هذا الفيديو برعاية RPG Show. السلام عليكم، معكم فرحان موقع اكسترا جيمنج، واليوم عندنا انطباعات حق لعبة جميلة مورتال كومبات اكس، ومعانا ضيف نرحب فيه. شلونك يبا؟ هلا حبيبي، هلا والله. عرفنا بنفسك اول شيء. اول شيء السلام عليكم، معاكم مدونة ايتونز كويت. طبعا احنا مدونة تقنية نتكلم عن التكنولوجيا وعن الاجهزة وشون طريقة استخداماتها وشنو البرامج الجديدة اللي على الأجهزة، مثلا على الآيفون الأندرويد، وأي جهاز جديد ينزل احنا نسوي عليه يعني ريفيو أو أنبوكسينج، ونعلم الناس شون يستخدمون هذه الأجهزة. حلو، وعرفنا عن نفسك أنت. أنا مو قاعد أتكلم عن أبي الشخص اللي قاعد مجاب له الحين. الشخص اسمي علي حسين. والنعم، الله ينعم حالك. من محبين التكنولوجيا. تكنولوجيا. إيه، من محبين التكنولوجيا. أبو حسين، راح نبلش وياك انطباعات، بس قبل انطباعات مورتال كومبات اكس لازم نلعب مورتال كومبات 1 و2. ما عليه، ما يخالف يبا انجلط معي شويه. ماكو مشكله. اوكي نبلش. هذه كانت على السيجا اول شيء. سيجا، هل انت من محبين هاللعبه هذه؟ اي طبعا. والله عكسك بالضبط. عكسك بالضبط. يلا، دام انك انت النار انا الثلج. ستارت نسيت، شوف نسيت. قبل ستارت كانت لغيمه. اصيدك بالهواء، يعني اصيدك بالهواء. اثلجك مره ثانيه. انا الثلج ليش شلع؟ ترى اللي مسويها غبي ما شلون يعني. فينيشن طقه كذا. هذا منو ابو منو؟ هذا منو؟ شكله صعب صراحه. وين مساعد؟ فلولس، اعطيتني انت فلولس. انا جلطنا بالجزء الاول، لكن نبلش الجزء الثاني. يلا نروح الجزء الثاني. يلا ابو حسين، الحين ايش رايك الجزء الثاني نبلش فيه؟ على السيجا بعد. ماكو سيجا وقطع خلاص. بنقي ناسكار. شوف انا بنقي هالمره، ما ليش احس شي جوني كيج. هذا جوني كيج. وين هالجوني كيج؟ وين جوني كيج مال الفيلم؟ مال الفيلم بط هذا. يخسي شاريوكن يعني. يخسي. لا شوف، هي حتى لعبه قديمه بس ترى سوري يعني، انا ما ادري شلون كنت العبها صراحه. لا يا مخرج يا الغبي، زين سو اللي دق ما تصد. ما في دق ما تصد. هذه يعني احسن تاكتكس باللعبه، اهجم اي شيء. طق قط قط. اي بس والله العظيم اطقك فوق. المفروض اللزقه فوق ترى. لزقه ما في. لبس نظاره. شوف هذه الجزء الثاني ما انجلطنا شويه. الحين ردينا حق لعبه ذس جنريشن. حلو، مورتال كومبات اكس. عاد الحين ان شاء الله ما ننجلط. ليش سموها اكس تتوقع؟ لانه الجزء العاشر. والله ما ادري. شوف انا اول ما شفت خبرها، نفس المخرج كان مصور، شفت سياره لينكلن عندهم جيب اسمه ام كي اكس. قالوا سي وراي يعني، شفت انا ام كي. فالناس قالوا مورتال كومبات اكس، ما صدقوا. طبعا شوف ما في ميدوي، ما في شيء. سكوربين. شوف انا عيل يا طويل العمر، لحظه الجرافكس تكيده. ادقق على الجرافكس اكثر شيء. شوف الجرافكس انت لو تشوفه، والله انا اشوفه حلو. الجرافيكس طيب. خلينا نشوف الحين. شوف ترى القصه فيها وايد حلوه يعني. ايه اكون وياك صريح. العب. احوشك بالنار انا. افوز انا. بس طبعا السوبر باللعبه ترى L2. نسيت انك تصد مو ورا. تدري ليش قاعد اناقز؟ لان السوبره كذي بالهواء. شلون كاتسين؟ يا سلام. السوبر لاحظ ما ينقص وايد من الوقت. شوف ترى هو ينقص يعني 33%. بس مت. متت. لا مات. لا اموت. اموت صدقك انت؟ اعتقد في اموت خلاص. بعدين ترى ميزة انك انت تسوي الكومبو. مهما كان العاب الفايتنج لها تاكتكس يعني.
عرفت؟ شوف شوف هذا والله سبام الرجال سبام سبام. يلا فينش طق ستارت اتوقع فيه شلون تسوي الفينش. حلو 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 حلو. وهالجزء اتوقع يمكن حاطين شلون اسوي الفتاتك يعني قبل اتذكر نروح راي العام اخر صفحه يوم اللي معه عشان طالع شنو اذا حاطين مالت كامبوت ولا شيء. انا راح شخصيات وايد جدا تطلع او منها هذه الحركه اللي فليم فيست انت تختار الستايل ترى تختار الستايل اللي انت تبيه هذه ستايل يعني طبعا تاكتس اغلب الالعاب الفايت صارت كذي الحين تختار الستايل اللي انت يعني هي شو تصير في حركات تصير وحركات معينه تطلع مع الستايل عرفت بس تسويق اللعبه كان جبار يعني حتى قبل لا تنزل اللعبه مسوين نفس دوره جايبين افضل ناس يلعبون العاب فايت وين هذا هذا بامريكا زين انا ما ادري وين قاعد يطقني رحنا فلولس سلام عليك شنو كنت مخليني افوز عليك لا 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 اطقك انا اطقك عشان احس بتنافس اي اوه بس خلاص مات هذا المفروض ما يكمل هذا لو صج شوف مفروض انا فايز اتوقع على الحركات يبه ايه. ايه زين في ستراوند ايه في ستراوند رايك باللعبه يوم ضافوا فيها ميزه انك انت تشتري هي ترى من زمان يعني من داخل اللعبه انا اشوف ان هذا تجاره زياده عن اللزوم يعني والله يعني شوف انا يعني الحين خاصه اكثر العاب شي صايره تحس انه يبون فلوس باي طريقه بس مو بلا طريقه يعني انا شاري اللعبه بشيء وشوي لازم اقول لك شلون الفتاتي عاد الحين خلينا نشوف الفتات تحت تحت ورا قدام قدام تحت تحت ورا قدام قدام تحت ورا قدام قدام تحت ورا قدام قدام زين شلون يعني تحت ورا قدام قدام زين خلاص مات بروحه خلاص يتحول لا صار تنين هذا رايد بان راوند راوند الحين لازم النهائي ايش رايك يلا فوق النهائي نشوف يلا تحت ريماتش لا مو اوكي يلا يلا ريماتش ريماتش انت متوفق بهاللاعب يلا 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 خوش كامبو مع انه ما يدش كومبو رحنا سلام مات 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 راوند 2 هنشوف هي اتوقع الهيت بوكس مال اللعبه شويه لك عليه هذا اللي من اخر شاشه انا ترى اللعب شيء متنا وكان تفوز فينشن سلام فيتاليتي اهداء قلبي هاي قلبي لا اهداء ايش رايك بفكره الالعاب اللي يعني فيها اجرام زياده عن اللزوم والله ما ادري الحين هذا اللي ماشي كل شيء هذا اللي ماشي بالسوق اي شيء دم ما دم عادي ف وحسين بس علي عطني انطباعك باللعبه وين هديتي اول شيء انت راح تحصلها لا راح تحصلها ان شاء الله حبيبي ايش رايك باللعبه والله اللعبه انا اشوفها ممتازه جدا ما عليها اي تعليق بس تعليق واحد يعني اللعبه سريعه جرافيكس ممتاز فيتاليتي مالها حلو يعني اشوف ان اللعبه وايد الجرافيكس مالها قوي لاحظ انا دائما اتكلم عن جرافيكس اللعبه ليش لان هذا اللي يشد اي واحد بالالعاب العين تعشق اول شيء طبعا الكنترول حلو باللعبه
ما يعني مو بطيئة ولا يعني سريعة تحس انها هي مبالغ فيها لا. حلو. بس الشيء اللي ما عجبني باللعبة قلت لك السالفة انك انت تشتري المراحل او تشتري الشخصيات اللي داخل اللعبة. انا اشوف هالشيء هذا طبعا يعني فلوس يعني وتجارة. اردي انا شاري اللعبة سعر غالي. صح. طبعا نزلوا منها اعتقد فئتين زياده اللي هو ليميتد اديشن في مع الفيجر. اي ولا شنو تشتري ليميتد مثلا في جيسون ما جيسون ما تقدر تلعب فيهم ولا بعد تاريخ 24 بعد يعني عنده ليميتد ترى هم ما يقدر يلعب شخصيات ثانيه. انا اشوف من ناحيتي والله الجرافيكس حلو الجيم بلاي لا بس فيه صايره سبام اللعبه يعني هي اي لعبه فايتنج لا يكون مثلا نوم فرندلي ولا برو هذه احس سبام سوي الحركه نفس الشيء تفوز. انا يعني حتى بدبي يوم كوميكون يعني راح في يعني يسوون نفس الحركه بس خلاص انا الحين نفس الحركه استنى فوز الحركه واحده فوز هذا تكتيك الفوز هذا صح. بس اوفرول لعبه حلوه يعني تستاهل ان واحد يشتريها وفوق هذا ترى هي للحين انجح جزء حق نفس الجهاز للحين. بالاخير حبيت اقول لك يا ابو حسين مشكور علي حبيبي انت مشكورين على الدعوه والله يسلمك ابوي هذا ابسط الله يعطيكم العافيه حبيب الله يسلمك ابوي الله يسلمك بالعكس احنا نفتخر يعني ان نشوف حسابات نفس حساب اكسترافا جيمنج يعني تهتم في الفيديو جيمز تعطي انطباعات تسوي شغلات يعني فن ضحك يعني مو بس انه يعني واش سو سيريس بالضبط بالعكس الله يوفقكم وان شاء الله نشوفكم يعني قدام اكبر من شيء ان شاء الله فان شاء الله اذا في لعبه ثانيه راح اناديك عشان اتمنى ستريت فايتر 2016 اوه ان شاء الله ليش لا عاد ستريت فايتر حريف يا لا مو ذاك الزود بس انه يعني نقايش يبيله ان شاء الله يا رب ابو حسين مشكور حبيبي وان شاء الله نشوفك باللغات الجايه يعني ان شاء الله حبيب الله يسلمك هذه كانت حلقتنا حق انطباعات موب كامبوت اكس انا واخوي ايتونز كويت اللي هو علي وحسين فهذا كان عندنا يعطيكم الف عافيه ونشوفكم بالحلقات الجايه مع السلامه.